يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله. السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. ولهذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. اليوم راح نحضروا مع بعض كيفية تحضير غريبية روسية حلوة جافة رائعة بمكونات جد بسيطة متوفرة في كل منزل. إذا بالنسبة لهذه الوصفة غريبية روسية، وش راح نحتاج؟ اولا نحتاج زوج حبات بيض على حرارة الغرفة، كاس تاع الفرينة، كاس تاع سكر ناعم، عندي ملعقة تاع عطر الفانيلا بودرة، عندي كيس تاع خميرة كيميائية ما يعادل 10 غرامات، عندي 250 غرام تاع الزبدة، نحي 50 غرام، ناخذ 200 غرام فقط تاع الزبدة تكون على حرارة الغرفة. مستحسن ديروا ماما اللي عندكم، ماما ديروا ماما. أنا هنا عندي لابال، راح نستخدم لابال. وراح نحتاج كذلك إلى النشا، لأنه الغربية هذه بس تاعها هي النشا، غربية النشا أو غربية الروسية، هذا هو الأسم تاعها. بالنسبة للتزيين، اللي عندها حبيبة تاع اللوز مش مقشة تقدر تزين بيه، اللي عندها حبيبة تاع الجوز، واللي ما عندهاش تزين بالشوكولا ولا تزين أي شيء متوفر عندك في البيت يبقى اختياري. إذا نروح لعملية التحضير، نبداو على بركة الله. بسم الله، أول شيء نجيب الصحن تاعي، نفرغ فيه الزبدة، ناخذ الزبدة أولا نحو منها 50 غرام، ناخذ 200 غرام فقط. نضيف لها السكر الناعم، هنا راح نستخدم ملعقة فقط لأنه الزبدة تاعي هنا راهي على حرارة الغرفة، تقدروا تذوبوها باليد ولا بالملعقة يبقى اختياري. نبسس مليح السكر مع الزبدة. الآن راح نضيف البيض، نضيفها بالحبة، نحط الحبة الأولى، نحركها جيدا مع الزبدة والسكر حتى تتخلط مليح، ضروري جدا هذه العملية. هنا راح نستخدم فقط لاسباتول، نبدا حتى تخلط مليح. من بعد نضيف الحبة الثانية، نخلط كذلك جيدا حتى يتخلط كامل هذا الخليط، تحصلوا على خليط كريمي. نبدا بشاطة، راح نضيف ملعقة تاع عطر الفانيلا بودرة، نحرك مليح
حتى يذوب مليح مع باقي المكونات. هكذا. الآن راح نجيب الفرينة نحطها كامل دفعة واحدة، نضيف لها باكي تاع خمارة، نخلطو مع الفرينة نحطو في وقت واحد، ناخذو كامل الكمية ونبدأ نخلط. بسم الله نلم هكذا بالعجينة بالملعقة، نلمها فقط ما نعجنهاش. العجينة لازم تجي طرية بزاف، ضروري جدا. أنا كما راكم تلاحظوا بعد ما خلطت كمية كامل تاع الفرينة، الآن نبدأ نلمها بالميزانة. كما راكم تلاحظوا راهي جاية، لأن راح ناخذ الكمية تاع النشا ونبقى نضيف غير بشوية حتى تتلم كامل العجينة تاعي. نبدأ بالملعقتين ونبدأ نلم العجينة تاعي، حتى كي نشوفها بدات تتلم مليح بعد نبدأ نخدم بيدي حتى تعود ما تلصقش في اليد، باش تجيكم الخدمة سهلة. هنا نحسب لكم بالملعقة، الملعقة شفتوا كيفاش عمرتها، عمرتها بيان بومبي. راح نضيف الملعقة الثالثة والرابعة هكذا باش نعطيكم مقادير مضبوطة. نزيد الملعقة الخامسة، الملعقة السادسة. نورمالمون هنا اكتفي بهذه الكميه، الا كان خصت نزيدو درت لها 6 ملاعق معمرين يعني ممتلئين حتى تفقد. هنا نبدا نلم العجينه تاعي، نستخدم الان يدي بسم الله باش نقدر نتحكم في العجينه كما نحب. مازال تحتاج نزيدو لها، لكن ماشي بزاف. شوفوا يعني ماهيش تلصق مليح، شوفوا تقريبا تدي لكم واحد 8 ملاعق تاع النشا. راح نضيف الملعقة السابعة، الملعقة الثامنة بسم الله. هنا نورمالمون تبدا تتلم 8 ملاعق تاع النشا. ملعقة تاعي كبيرة بزاف. إذا هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها، عجينة خفيفة بزاف. شوفوا بزاف طرية، تجي كيما تاع البتيفوغ. الآن راح ناخذ كرة صغيرة حوالي الوزن تاعها صافي 35 غرام، نشكلها إلى هاد الكرات ونحطهم في الصينية حتى نكمل كامل. مستحسن ما تفرشوا لها والو، حطوا لها فقط ورق الزبدة. إذا راح نشكل كامل الحلوة تاعي ونتلاقاو إن شاء الله بعد ما نكمل كامل هاد الكمية. بقاو معنا. إذا هنا بعد ما شكلت الكرات ديالي حطيتهم كامل في الصينية، قلت لكم اللي حبيت تزينها ضيف لها أي شيء متوفر في المنزل، ولا ما عندكمش خلوها فقط هكذا كيما راهي. أنا راح نزينها على 3 طرق. الطريقة الأولى ندير لها الجوز، الطريقة الثانية راح نضيف لها الفخوي كونفي اللي هو لي سيريز، الطريقة الثالثة نخليها كيما راهي. إذا نكمل نزين ندخلها الفرن ساخن 180 درجة، نطلقها بعد ما طيب ونقدمها لكم. على النقطة المهمة جدا نسيت ما قلتها لكمش، هي نشعلوا لها من الفوق
قبل حتى تشقق من الفوق، ومن بعد كنشوفوها بلي تشقت الفوق وبدا كيما نقولوا شدت روحها من فوق وتشقت، راح نشعلها من تحت باش تطيب. اذا هذه النقطه. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا غربيه الروسيه او غربيه المشقه غربيه النشا، انا هذه اللي درتها عاديه، درت لها شويه تاع سكر كلاص من الفوق بالمصفات، وهذه درتها اللي درتها بالجوز، وهذه اللي درتها ب فواكه الجفاف الكرز المجفف. ثلاث طرق للتزيين، قلت لكم كذلك تقدروا ديروها باللوز، بس تحسن يكون اللوز بقشورو. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم تكون نالت الإعجاب تاعكم، ولا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش علينا بجام، بارطاجوا الفيديو وشاركوا به الأصدقاء تاعكم، لأن احنا نقسم لكم حبة باش تشوفوا. لأن هنا كيما راكم تلاحظوا بسم الله شوف كيفاش تجي الشيشة، تجي ما شاء الله. لاحظوا كي نديروها هكذا تفتت، شوفوا. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم تكون نالت إعجابكم، ولا عجبتكم بارطاجيو الفيديو، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.